من خلال استراتيجيتها بإدارة الموارد البترولية، عم تشتغل الدولة اللبنانية على ضمان حقوق الأجيال المقبلة بهيدي الموارد. فبوقت عم تتحضر فيه لإطلاق دورة التراخيص الثانية بالعام 2019 بقطاع النفط والغاز، بعد تلزيم رائعتين بالمياه البحرية، وبعد اختتام دورة التراخيص الأولى، كان لبنان حاضر بمؤتمر النفط والغاز غازتك 2018 ببرشلونة، أكبر المؤتمرات العالمية بقطاع النفط والغاز. شارك بالمؤتمر وزير الطاقة سيزار أبي خليل و جنبه وفد من إدارة قطاع البترول بلبنان. أول شيء طلعنا على آخر المستجدات، شو عم بيصير بمواضيع الغاز بالعالم، كيف الدول عم تعمل خططها وشو السياسات الجديدة اللي عم تتبعها بموضوع الطاقة وموضوع الغاز خاصة. وفي كمان هون كل الشركات موجودين اللي عم يعملوا التكنولوجي الجديدة بالغاز، فكيف ممكن نحن نستفيد من أي تكنولوجي جديدة نستعملها. وكمان كان بالكونفرنس كل الدول والشركات موجودين، فصار في لقاءات معهم لنقدر نخطط أحسن للمستقبل قطاع النفط والغاز بلبنان، وكيف هن فيهم يشاركوا بدورة التراخيص اللي رح تنطلق السنة الجاية. الوزير أبي خليل أعلن من برشلونة أنه لبنان بيعتمد باستراتيجيته على مقومات بتهدف لتحقيق استدامة هذا القطاع وتأمين التنافسية فيه وتحسين عوامل المساءلة بما بيتعلق بإدارة الموارد الطبيعية بلبنان وحفظ حقوق الأجيال المقبلة فيها. ب15 كانون الأول 2017 دخل لبنان لنادي الدول المنتجة للنفط بخطوة تاريخية خطاها مجلس الوزراء، واللي رح تعزز اقتصاد لبنان الوطني وتحرره من القيود الخارجية وإيجاد فرص العمل. مثلت هذا خطوة بمنح رخصة بترولية لائتلاف شركات توتال الفرنسية، أني الإيطالية ونوفاتيك الروسية بالرائعتين 4.9 من المياه البحرية اللبنانية. فشو أبرز المستجدات بهذا الموضوع؟ مفروض تبلش بسنة 2019 أول عمليات حفل أبار استكشافية أو الأبريزل ويل. طبعا بهالوقت كله كان عم ينعمل دراسات عشان صندوق السيادة، عشان أمور التشريعات القانونية للبيئة، وكل هالأمور من قبل هيئة قطاع النفط ووزارة النفط، ومشكورين صراحة على هالعمل الدؤوب اللي عم يعمله. بس أنا بيهمني كمان، ما بعرف إذا هيك بين أهلين، إنه لازم نشغل بنفس الوقت كمان على الأمور عمليات الاستكشاف أو الحفر بالبر اللبناني. يعني هذا ما لازم نترك، لأنه أسهل من عشان عمليات الحفر، عمليات الإنتاج، عمليات النقل مستقبلاً. هذه النقطة لازم يضاء عليها كمان للعمل. وطبعا كمان بعتقد الوزارات المعنية عم تشتغل، بس ولكن مش بنفس الرد اللي عم ينشغل فيها بالملف البلوكات البحرية. من الطبيعي أنه يؤدي اكتشاف النفط والغاز بلبنان لتنامي التوقعات والطموحات المشروعة لإحراز أهداف التنمية المحلية، والخطوات القادمة بهذا المجال رح تعتبر تاريخية يعول عليها لتحرير الاقتصاد الوطني ولضمان حقوق الأجيال المقبلة بلبنان بهذا المجال. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.